أهلين بالمختار، أهلين بالعقيد. الله يبارك بعمرك يا رب. ان شاء الله الف مبروك يا ابو عبد. الله يبارك فيك ابو عبد. الله يبارك فيك حبيب اهلين وسهلين. شرف معلم. شو يا بطاي جاهز؟ ايه لعيونك جاهز. يلا الله يصلحك يا ابو وضاح على هالورطه. ايش جايب كل اهل الحاره؟ يا سواد وشك يا ابو عبدو من شباب الحاره، لو كنت عرفان بحسب حسابي. عوش يا بي؟ لا يا بي، حسبت حساب الشباب برا. ايه لك رجلي برا عم يضيف راحه وسكاكل. سكاكل؟ منين اجت السكاكل؟ سكاكل؟ طال شحن. بدو ايدكم يا جماعه، تفضلوا تفضلوا يا شباب، تفضل ابو وضاح بدي اياك. لا تواخذني يا ابو عبدو، انا الحلو ما بيواتيني وراه. سلامة قلبك ان شاء الله، تفضلوا. جيب تفضلوا. امني شو داشي، امني. الشباب انضربت ايده بالسيف والدم عم ينفر من ايده نفر. يا علقانتي، مين هذا الشاب اللي انضربت ايده لك يا مو؟ ما بعرف، يمكن وضح. وضح ابن عمتي. وضح؟ ايه وضح اكيد هو. يا سلام، أول سيناي سيناي مجاري الهلا ونجيب. هاي قلبك بداسي، هاي قلبك حبيب قلبي. يا لطيف يا لطيف، شو صار له؟ ماي ماي ماي، شو صار له؟ حيروح الرجال من بين ايدينا. ماي ماي على الفرن يا ابو لطفي، ضروري تقلو صحتين يحتك. لا يخرب بيته، لو قطع ايده لا ياكل الدنيا كلها. لك شوفوا لحيموت. صحوا فجعان من طول عمره فجعان. يا لطيف والله لو ما لطف الله ليروح أكيد العطايف. وحده الله يا جماعة، وحده الله. صلوا على النبي واتركوا الزلمة بهمه يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لك حط من إيدك، ما كفاك اللي صار فيه. خلاص ابن نجيب، حصتك من القطايف تاخذها معك على البيت. الله يخلينا مختار، الله يكرمك سيدي راسي، الله يكرمك والله ما في منك. اي والله ان شاء الله يا رب، وقت بيروح على البيت يلاقي اولاده فايقين حتى ياكلوا لياهم. شو؟ لا سيد راشي، لا اكيد بيكونوا ناموا. شو فياهم؟ لا اعوذ بالله. اعطونا شغلنا تاع الدم بس. هات ابو جمال لعيونك. خبوط من فوق. ايه الله يرضى عليكم يا شباب، لا تخبروا حدا من الكباريه، ما بدنا ننزع الفرحه على خالي ابو عبدو. لعيونك ابو نور. وضح، خذ السيف وضربني على ايدي، هاي قدام الشباب، دمي مهدور لك. صلي على النبي لك شاهير، شو عم تحكي انت؟ شغله بسيطه. اللهم صلي على النبي. عم بقول لك خذ السيف وجرح ايدي مثل ما جرحتك. لا حول ولا قوه الا بالله. يا شباب، مين في بيناتكم ابو ضايب بيجي يجرحني بايدي مثل ما جرحت وضاح؟ صلي على النبي شاهير. لك مين؟ لا اله الا الله. يا الله يا جرح حاله. لك اعطونا شيء عشان تشوفني. الله يسامحك. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسامحك يا ابو فهد، شو عملت بحالك؟ السلام عليكم. السلام. خير شهر جرح وضاح بالسيف. شو الحكي؟ وين ولا برا؟ عقيد ما
لازم يصير عندهم الكبارية. أمرك عقيد. يلا إذنكم يا جماعة. يا مو سمعتي صوت العراضة من شوي؟ إيه سمعتها. لمين هالعراضة يا مو؟ ما بعرف. شو بكي يا مو في شي؟ ما بعرف. قلبي قامطني. مشغول بالي على أخوكي. يا مو أنت موسوسة شو بده يصير له يعني؟ ما بعرف. ما بعرف. يعني شو كان صار لو رحت مع كبارية الحارة وباركت لأبو عبده؟ والله الجماعة ما بيتركونا. كل ما صار عنا شيء بيجوا لعنا. خلاص بكره بنروح عنده على المشغل وبارك له. إيه لا لو رحت مع المختار والكبارية كان أوجه وأحسن. إيه ما بدي أشوف حدا من بيت العياش وخاصة هذا العقيد وابن عمه شاهر. يعني يا رجال ما كنت تنسى هديك القصة؟ بيتهم وبطلوا يبيعوك يا. شو يعني قامت القيامة؟ لك الغلب صعب يا مرا صعب. ما بتذكر شو عملوا فيه بهذاك اليوم. بعنا بيتنا القديم. وبعنا ذهباتك وتدينا مصاري وبالأخير قلبوا علي ولكوا يا ريت استخدموه للبيت خلوه مسكر 6-7 سنين عملوا كل القصة هيك جكارة. الجماعة هيك أعلون ما بيحبوا يبيعوا أملاكهم وأخوهم لما باعك البيت ما كان مشاورهم. خلاص 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 يميني من سيرتهم الله يرضى عليك يميني من سيرتهم خلاص. على مهلك الله يصلحك يا أبو فهد. لك ليش هيك عملت بحالك؟ مو بإيدي لك وضاح الله وكيلك مو بإيدي. لما شفت منظر الدمع ينفر من إيدك ما تحملت. لك أنت ابن عمتي يعني كمان السيف له أهله. واحد لازم تضل عينه على غريمه مو عين فوق وعين تحت. لا لك صفوان ما حبيت منك هاي بنوب. وضاح أنا بعرفه قده وقدود. لك عم نحرك شو ابن عمتي وبعرف قديش قضاي حركة شي وضاح. شوفي على السريع سخني لي طنجرة مي صغيرة وجيبي لي رشة ملح بسرعة. مي سخنة وملح مشان شو؟ لك بعدين بحكي لك مو وقت امشي. ايه مين؟ ناصري. مين؟ ناصري شبك يا عمو شبك؟ لحمد لحمد وين لحمد؟ عقيد ابو ادهم عقيد ابو ادهم. الله لا يوفقك يا تحسين ويبليك بدلك وجهك كل من الوجع عند الله يا حق. يا مو ناصري قوم تقبرني كلك شقفة لحمي بتقيتك لك امي. هدول جيب لك اياه هون العقيد ابو ادهم. ضبع ضبع. وين الضبع لك امي؟ نمر. لك امي ما في لا ضبع ولا نمر انا جنبك ليكني لا تخاف. ضبع ونمر. يا لقامتي راح الولاد. لك امي ما في شيء ما في شيء انا جنبك. منيح منيح. اه يا ربي انا وياه كله شقفه لحمي له من الصبح انا لحم بطنه ويا لقامتي. الله لا يوفقك يا ابو شرف. يا لك ابني انا امك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ارتاح يا مرتاح ارتاح حبيبي ارتاح. يلا يلا يا الله لا الهي وانت شاهي يا رب. مساء الخير. مساء النور. شو ليش لحالكم؟ وين وضاح؟ ليش وضاح ما كان معك؟ مبلا كان معي لما كنا عند الجماعة ببيت أخوك يا أبو عبدو. بس لما طلعنا طلع هو والشباب وما عاد شفته. قلت لحالي أكيد بيكون سبقني لهون على البيت. قولي على قامتي وين راح الولد؟ شبنا رويدا شو هي ولد ما ولد. ما شاء الله وضاح صار رجال والناس بتحلف شواربه. أنا بالنسبة إلي بضل ولد. دخيلك يا رب وين راح بهالليل؟ يعني وين بده يكون رايح؟ أكيد سهران مع رفقاته الشباب. يمكن بالقهوة لأنه الحكواتي اليوم بده يبلش بالتغريبة. يابي بيقولوا تغريبة بني هلال حلوة كتير. جبلي قصتها خليني اقراها. تكرم عينك سموح. بس شوفي الله يرضى عليكي بجبلك ياها لكن بشرط بس تقريها بتقريها لأمك. لك شوفوا أنا بشو وانتو بشو. لك خلص شبنا روق لك جساز شبك. أهلين أبو أدهم. أهلين أبو أدهم. خير إن شاء الله ما في شيء؟ لا لا خير خير خير. يلا لا أفتح المضافة. لا لا ما في نسوء. وضاح انجرح جرح صغير. شو؟ ما في شيء يا بي شغلة بسيطة. طمن أبو وضاح جرح بسيط. أخذته لعند مني على البيت وصفوان حط له دواء ولف له عن جرح. الله يطمنك. صفوان هلأ رح يوصله لشاهر كمان.
شاهر شبو. ويدا تركبي وراي. لا انا بركب غير مع وضاح. تركها صفوان، تركها تركب هلا، بس تجي زكية تركب ورا. سميحة اركبي وراي. لا انا ما بركب معك لانك ما بتعرف تركب على الفرس منيح. تقبر قلبي ان شاء الله. يا ريت الجرح كان لايدي ولا لايدك. انا السبب، انا السبب يبعد لحم. لو ما اطلع لفوق مشان يشوفني ما كان انجرح. والله العملي اللي عملها شاهير ما بيعملوها غير القبضايات، مشان هيك يرضى عليكي بتاخدي درب طريقك وتروحي بكره لعند مشاهير وبتشقي عليه. على راسي. يلا تعالي.